من شهر سبتمبر 2024؟ سيدتي، احنا بالنسبه لنا في حزب الكرامه تلقينا هذا القرار يعني بصدر الرحب وبكل ترحيب وبكل حفاوه، لانه فعلا قرار جاء ليخرس ويسكت ابواق الفتنه التي انطلقت سهامها ضد الجزائر منذ حوالي 3 أو 4 أسابيع، وكانهم يروجون الى انه الجزائر ستؤجل انتخاباتها الرئاسيه، كأنهم يروجون إلى أن هناك أزمة سياسية في الجزائر، وبالتالي قرار السيد رئيس الجمهورية جاء مسكتا لهذه الأبواق ولهذا النباح إن صح التعبير، وأستسمحكم عن استعمال هذا المصطلح. هنا في الجزائر ما عندناش أزمة، والانتخابات المسبقة هي ليست بدعة، والمعروف أن عديد الدول لجأت إلى هذه الانتخابات المسبقة، وهي في الحقيقة يكرسها القانون. يعني رئيس الجمهورية له كل الصلاحيات من موقعه أنه يقرر الانتخابات يعني يقدمها إذا شاف ضرورة. وإحنا بالنسبة لنا في حزب الكرامة نشوفه مهما تكون الأسباب الغير معلنة لهذا التقديم وهذا السبق في الانتخابات الرئاسية، إلا أننا متأكدون أنها تصب في مصلحة الجزائر. هذه الانتخابات أيضا المسبقة تكرس مكانة الجزائر الدولية، التزامها بالدستور، التزامها بالقوانين. الجزائر علمتنا في كل الظروف أنها دائما تلتزم بهذه المواعيد، وهذا يخلي مكانتها يعني محترمة لدى الدول. وبالتالي فأيضا يعني التسبيق، يعني الجزائريون يتذكرون أن التسبيق ليس بدعة، ففي عهد الرئيس الزروال ربي يذكره بخير أيضا كانت فيه انتخابات رئاسية مسبقة في سنة 99، يعني هو العهد نتاعه كانت ستنتهي في سنة 2000، وقدمها لظروف معروفة في ذلك الوقت قدمها. وبالتالي احنا في حزب الكرامة نقول أننا نرحب بهذا القرار، بأننا سنشارك في إنجاح هذا العرس الانتخابي اللي هو عرس الجزائر، واللي هو يكرس التزام الجزائر بالدستور. طبعا بالحديث عن هذه النقطة سيد محمد الداوي، وقبل أقل من 6 أشهر على الموعد الانتخابي، دور كبير للأحزاب السياسية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي وتكريس أيضا أسس الديمقراطية التي تسعى إليها الجزائر. نعم، هذا الموعد احنا متأكدين أنه كافي للطبقة السياسية والشخصيات الوطنية ولكل من يرى نفسه أهلا للترشح لهذه الانتخابات، هو وقت كافي من أجل التحضير لهذا الموعد. أيضا الشعب الجزائري، احنا حزب الكرامة ندعو الطبقة السياسية والشعب الجزائري إلى التلاحم أكثر، من أجل أننا نصد الهجمات السبريانية والهجمات والدسائس والسموم التي تزرع من طرف أعداء الجزائر، يعني سواء في الداخل أو في الخارج، الذين يريدون أن يخلطوا الأوراق. ولكن نحن متأكدون الحمد لله أن الشعب الجزائري عودنا أنه يرفع التحديات، وأنه قادر على تفويت كل الفرص اللي يريد أن يعني يخلط فيها من يريد أن يخلط الأوراق. الحمد لله أنا نأكد لك أنه احتكاكنا بالشعب واحتكاكنا بالطبقة السياسية، لأنه سيكون إن شاء الله عرس جزائري منقطع النظير لننطلق في تجسيد الإصلاحات من جديد، ومواصلة هذه الإصلاحات ومواصلة تكريس أسس الدولة الجزائرية الجديدة. سيد محمد الداوي الأمين العام لحزب الكرامة، شكرا جزيلا لك على هذا التدخل. مشاهدينا الكرام نواصل دائما.